اش غنقول لك السبب ديال هذا اللي السي محمد قلعي الزميل ديالنا اللي كيقرا معنا في ليطياش حي محمدي، السبب ديالو كان من الاهمال ديال السونطار والضغط ديال الاستاذه بزاف، ضغطات عليه بزاف لواحد الدرجه هو من بلي ما والو، وديما لونطري ما تبارك الله وكيجمعنا اننا نلعبوا كره معاه صافي، يعني كاع الدراري كاع اللي سقطوا كاع معانا داك العام راه غتسولهم راه عارفين الدري كيدير، الله يعمرها دار با، الله يعمرها دار، دارهم كاملين الله يعمرها دار. السبب على شي حاجه بسيطه اللي 40 درهم حكراش عليه وعطاها ليها ولحش عليه صافي، الدري ملي لحش عليه خرج بحالاته وبغى ينتقل من السونتر ما خلاوش ينتقل، قالوا لي لا ما عندكش الحق تنتقل، وبغوا في الاخر بغى يتسامح مع الساده ويدخل يقرا دوا مع نائب المدير، واحد نائب المدير هو اللي ضري في داك السونتر كامل، دوا معاه قال لي غيدخل تقرا ويكون خير ان شاء الله، رجع فيه واحد شويه ديال النفسيه هادشي نهار السبت هذا، هذيك رجعش فيه واحد النفس الدري شويه بغى يضحك، قال راه صافي نسى. كيتفاجئ هو ملي دخل عند الساده وقالت لي انت اش كدير هنايا اش باغي، قال لها انا الساده باغي ندخل، وقالت لي لا ما غادخلش شكون صيفطك عندي، قال لها انا مصيفطني نائب ديال المدير، عيطاش على نائب ديال المدير عيطاش عليه قالت ليه لا صيفط لي هذا بدا كيغوت عليا، مع انه هو ما غوتش ما والو ما غوتش صافي، بقى فيه الحال خرجنا قال لنا اجي نتصوروا مجموعين، حنا ما فاهمين والو تصورنا مجموعين صافي، ضاحك معانا ما دايرش بالو شي حاجه، يقدر يكون داير في بالو وحنا ما بينش لينا صافي. نهار الاثنين كنتفاجئ وجيت دخلت السونتر باغي ندخل الكولوار نطلع ليه، تكيبان ليا بنادم كامل كيجري وكيغوت صافي، طاح ليا بنادم دخلت في الحيط، تكيبان ليا السي محمد قلعي الله يرحمه شعله فيه كامل العافيه وكيجري كيقول عتقوني، ندم على انه حرق راسو كيقول لهم عتقوني، تبعناه حنايا حنا في واحد البلاصه ديال التراب كاينه تمايا ما لقيناش باش غنساعدو، حتى من هذيك باش غنطفيو العافيه لقيناها خاويه، والمده ديال الصلاحيه ديالها سالات صافي، بدينا كنطفيو فيه بالتراب سفازق طفيناه، الساده قاسه شويه الحروق في يديها ماشي شي حاجه اللي غاف بزاف اللي ليرجونس ماشي ليرجونس، الدري ما عطاوش قيمه بزاف انه داو سبيطار محمد الخامس، سبيطار محمد الخامس ما كيديوش لي داك الحالات حيت بحالها خطيره، والساده اللي عندها واحد الحروق خفيفه داو الكلينيك عطاو قيمه بزاف، سبيطار محمد الخامس شدو ساعه ونص وما شادينو، والدري معذب ما خاصوش هوايا خاصو ليرجونس، وعاد باش جابو ميريزكو او تا عرفنا خبر ديال الوفاة ديالو مع 4 ديال الصباح صافي، حسينا واحد الالم بزاف، واللي كان هو الضحيه من الضواحي ديالنا حنايا حيت كون ما درناش كان ما دارش هو شي حاجه يقدر واحد اخر يدير حاجه اخرى من غيرها هي، واو وربي اللي عالم. التلميذ ما عندوش قيمه بزاف في السونتر، التلميذ الاقوال ديالو ما عندهاش نتيجه، تمشي عند المدير تشكي ليه واي حاجه يقدر يجي الاستاذ يقول لي هضره اخرى ما يتيقكش انت يديرك بحال انت عمرك كنت، ايوا كنطالبوا بالحق ديال الدري هذا حيت اخر اقوال ديالو قال لنا انا راه درت هادشي هذا غير بسببكم انا.